اهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين ومعانا الدكتور سعد شلبي في هذا العرض الرائع عن الكثير مما يخص النادي الاهلي سواء اعضائه او جماهيره. دكتور سعد، ملف ضخم بهذه القيمه وبهذا الانضباطيه في العمل المؤسسي في 4 فروع كبيره. حجم العضويه ايه واليات قبول العضويات الجديده والاسعار الجديده؟ تحب نقول ايه لكل واحد عايز ينضم لعائله الاهلي؟ يعني في الحقيقه احنا عندنا طبعا موضوع العضوية موضوع في غاية الأهمية. إحنا في الحقيقة كمان نتيجة للتطوير البنية التحتية اللي حصل عندنا، إحنا تحولنا، يمكن إحنا كنا دايما الأهلي معروف على مدار تاريخه بأنه نادي رياضي من الطراز الأول. في بعض الأندية المنافسة لينا كانت واخدة الشكل الاجتماعي أكتر منها الشكل الرياضي ولها سمعة كبيرة. النهاردة النادي الأهلي في الحقيقة كمان مش بس بقى الطراز فريد من في الجانب الرياضي وإنجازاته الرياضية الكبيرة في كل في طايرة في سلة في يد في سباحة، كل ده موجود، وسكواش في تنس الطاولة ولا آخره. لا، ده كمان النهاردة النادي الأهلي بالإضافة طبعا لكرة القدم اللي صنعت جزء كبير من تاريخ النادي الأهلي، لا النهاردة النادي الأهلي بينظر له اجتماعيا بمنظور مختلف تماما. وفي الحقيقة ده انعكس، الناس برضو بتقول الاهلي بيشتغل ازاي وبينجح ازاي. يمكن انا في الحقيقه اسمحوا لي برضو ان احنا دايما قيم النادي الاهلي كده ندي لكل واحد حقه. كان اول ما رجعت هناك بعد الجائزه بالليل كلمني كابتن احمد حسام ميدو وقال حاجه مهمه قوي في الحقيقه. قال النادي الاهلي هو نادي اوروبي بصراحه موجود في مصر، وفي الحقيقه الكابتن محمود الخطيب بيقدم نموذج فريد في الاداره، وانا فخور بيه كلاعب كوره. ده كان معايا في المداخله وانا شكرته في الحقيقه على الهوا. النادي الاهلي عشان بيدرس اموره بشكل رصين جدا. يعني احنا مثلا على سبيل المثال لما فتحنا فرع زايد حصل حراك ديموغرافي سكاني صحيح. نتيجه لفرع زايد صحيح. ومن عندنا احنا كمان في الجزيره احنا رصدينه كويس. يعني الناس برضو تقول الاهلي لما جينا بصينا في الانتخابات الاخيره دي اتلقينا ان اعضاء النادي الاهلي بتوع الجزيره نتيجه لان هم راحوا يسكنوا في زايد ومنهم الكابتن عادلي طبعا فراحوا فحصل هنا تغير ديموغرافي في حركه السكان. يعني خلي بالك شوف ده تاثيراته ازاي على تحقيق الاهداف بتاعه الدوله المصريه في عمليه التنميه المجتمعيه. صحيح. يعني احنا جالنا تقريبا 3000 وشويه من اعضاء الجزيره كانوا موجودين في الجزيره وفي النطاق الجغرافي بتاع منطقه الجزيره واتنقلوا زايد. فهنا ده بيدينا كمان حركه مهمه. خلي بال حضرتك قلت حاجه مهمه ان عضو النادي الاهلي بقى له نادي في كل مكان في القاهره. صحيح. يعني حضرتك تقدر تروح لو في مدينه نصر تقدر تروح اهلي مدينه نصر، لو في زايد تقدر تروح زايد، لو غيرت فكرتك لان خلي بالك الاسره دي نتيجه لو الحركه لو الولد عاش في حته والبنت عاشت في حته وده عاش مؤممين ابنك بقى في التجمع عشان فرص العمل صحيح. بتاعته في التجمع فهيبقى نادي صعب موجود. عليه انه ينزل الجزيره بقى النادي بتاعه في التجمع، ودي في الحقيقه لا يمتلكها حد الان داخل السوق المصري او من الانديه المصريه الموقره غير النادي الاهلي.